مركزتش في الدراسة. الحمد لله. لا لا لا، خلصت طبعا دراسة وبعدين بدأت أفكر في الموضوع. هو توتا كان فين يعني قبل ما أسرح مصر؟ الأول استنى، مين اللي سماك توتا أصلا؟ والله العظيم عارفة، أنا عايز أقولك إنها اتسألت السؤال ده كتير قوي. وغالبا مش بعرف أجاوب عليه. يعني هو حد كان صاحبنا في الجامعة. لا، حد كان صاحبنا في الجامعة كده وسماني كده وما سألتوش، عارفة، ما جدلتوش حتى. جت معاك توتا، فقلت له خلاص يلا مش مهم، حلو اللي يجي في إيدك حلو. قبل ما أسرح مصر، لا كنت في حته، يعني كنت اولا انا خريج كليه الحقوق جامعه عين شمس، كنت في فريق تمثيل كليه الحقوق جامعه عين شمس. وبعدين بعد ما خلصت كليه الحقوق قدمت في مركز الابداع الفني عند استاذ خالد جلال، وحاجات كتير بقى عملتها، مش عارف، حلقه هنا، مشهد هنا، الحاجات دي يعني. وعملت في مسرح الدوله عروض، وعملت بره في الهواء عروض، وفي كل حته عملنا يعني الحمد لله. بس فكنا ماشيين بقى المشوار عامل كده يعني الحمد لله. انا سمعت ان انت كنت تقضي رمضان مع مو صلاح، محمد صلاح شخصيا. هو صلاح صاحبي بس مش بقضي رمضان كله معايا يعني. بس احنا كنا دايما في اجازاته، يعني ربنا يجيبه بالسلامه يا رب ويكرمه ويكرمنا ان شاء الله. كان دايما في اجازاته بينزل في رمضان، فكنا دايما بنتقابل سحر يومين ثلاثه مثلا مع بعض، نتقابل نقعد نتكلم كده. فهو حبيبي واخويا صلاح يعني. طيب مين بقى من نجوم الكوميديا توتا اصلا بيحبهم؟ كتير يعني. زمان زمان، ما هو زمان انهي زمان؟ يعني في استاذ نجيب الريحاني مثلا، في استاذ علي الكسار، في استاذ فؤاد المهندس. اقرب واحد لقلبك؟ استاذ فؤاد المهندس طبعا. الكلام معاك.